أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام. وكثيرة هي النقاط المضيئة في حياة الشعوب، وكثيرة أيضا هي مواسم الفرح، مواسم الخير تتجلى بالإبداع الإنساني. تجليات الإبداع الإنساني تكمن في مهارة الشباب وقدرتهم على أن يكونوا ثمارا طيبة وأن يحجزوا مقاعد لهم على خارطة الحياة، مقاعد تليق بإنتاجهم وإبداعاتهم العلمية والحضارية والإنسانية، كما هو حال ضيفنا سديم قديسات. هو واحد من شباب الأردنيين اللي استطاعوا أن يحققوا أبعد نقطة مضيئة من الهدف بالمثابرة والنجاح. هو باحث طبي متميز، هو حاصل على جائزة الأولى أو جائزة مرموقة في برنامج نجوم العلوم في دورته الثامنة، وهذا البرنامج اللي بنبث على شاشة MBC. على كل حال ضيفنا الكريم عنده تفاصيل أكثر، ونجاحه شكل لنا فارق كبير ومنعطف هام في حديثنا عن شبابنا الأردنيين اللي بنعتز وبنفتخر بإبداعاتهم وبإنتاجاتهم. على كل حال بدي أرحب في هذا الصباح بسديم قديسات، الباحث العلمي، الباحث الطبي المؤهل لنيل درجة الدكتوراه إن شاء الله. أهلا ومرحبا بك. طبعا حصولك على جائزة نجوم العلوم شكلت نقطة مهمة في حياتك وأسعدتنا، وجميل أنه الواحد هيك بين الفينة والأخرى يجيك خبر يفرحك. ويعني يمكن لقوك بعض ضيوف البرنامج في غرفة الاستقبال وقالوا لك كلنا منحبك، أنت ما بتعرفنا بس إحنا كلنا فخورين فيك وكلنا منحبك. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. مبارك الجائزة وإلى الأمام إن شاء الله بخطوات التميز والتقدم. خبرنا عن بحثك العلمي والطبي. أول شكرا لك للمقدمة. أنا من الناس اللي بالأردن وبالغرب كنت أتابع البرنامج لأنه بعطي أمل، لأن الشباب الأردني والعربي بشكل عام، فشكرا لك. أهلا وسهلا. شكرا لك أنك كمان تواجدت رغم وقتك الضيق وتفاصيل كثير صغيرة، بس أنت موجود معنا، فخر لي. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. المشروع هو أول شيء عبارة عن تحضير آلي للعينات للفحوصات الجينية لمرضى السرطان. هذا الفحوصات الجينية اللي هي الجزيئية الخلوية بمستشفيات العالم تعمل باليد يدويا، بدخل فيها معايير معينة اللي هي الطقس، الشخص اللي عم بيعمل الفحص، نوع العينة، هذول كلهم بيأثروا على جودة الشريحة لتحضير الفحوصات الجينية. فمن مشاركتي بمستشفيات بالولايات المتحدة بأكثر من ولاية، مركز الحسين السرطان اللي هو أنا بفتخر إنه من أهم المراكز بالأردن بالوطن العربي وعالميا، وهو حاصل على زي بيحكوها سيستر انستتيوشن مع نمبر 1 كانسر سنتر بالعالم. ففخر لنا وجود زي هذا الانستتيوشن بالدول العربية. من هذول البحوثات مع أكثر من جهة توصلنا لمعايير حطيناها بجهاز مشان نحسن جودة الفحص. نزلنا الوقت لتحضير العينة من 33 دقيقة يدويا ل 8.5 ثانية. بهذا الحكي راح يعود على المريض، لأنه أنت بتعرفي محاربي السرطان الوقت فاكتور كثير صحيح قوي. نزلنا التكلفة ب7 مليون ريال قطري في خلال سنة للمستشفيات الصغيرة والمتوسطة. هذا العائد كمان للمحاربين، وأيضا الجودة طلعت معنا ب 88.3% مقارنة باللي موجود هلأ بالعالم الطريقة اليدوية. نعم. صديم قديسات عالم جينات، عجبتني مقولة يعني أخذتها من MBC، قالت بأنه صديم قديسات ليس هدفه الشخصي القوي الفوز فقط، لكن هدفه أنه يحسن من صحة المرضى. على كل حال في عنا مادة فيلمية بدنا نشوفها عن صديم. موطنه يمزج بين القديم والحديث،
طبيعته قاسية عنيدة كصلابة أهدافه، منازله واسعة، ضواحيه كبيرة، كبر طموحه وسعة أحلامه. هذا سديم قدسات ابن جرش والبتراء، موطن العرب الأنباط. كان عندي هدف أن أولادي يطلعوا أفضل مني بكتير. سديم هو أصغر أولادي، بس هو يختلف عنا كلياتا أن يتحدى ذاته من هو صغير. كنت دائماً بدي إياه يكون الأفضل، فكنت ما أشعر أنه هو مميز. كنت وعدته لسديم أنه يوم التخرجك أكيد بدي إيجي، فقلت له خلص وعد بس تتخرج أنا جاي. ظروفي ما ساعدتني أطلع، فبكيت وافتخر فيه، بس لا تحكوا له. أنا بحس بافتخار إنه عندي ابن زي سدي. هو بطبيعته بحب المساعدة الناس، بحب التطوع كثير. سديم شغوف بالعمل التطوعي. أطفال السرطان أسروا قلبه وعقله. واحدة من الأشياء اللي كنت كثير قريبة على قلبي أطوع عليها دائماً اللي هو مركز الحسين للسرطان. في one moment أنا I really remember، في بيبي كان واقف على المرايه من الكيمو راح شعره، فكان ماسك ماركر وعم بيلون شعر لحاله. بهذاك الوقت أنا خلص أخذت عهد بس أكبر لازم أعمل إشي to ease pain على كل الناس اللي مرضى بهذا السرطان. حسم سديم أهدافه وانتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الطب. في هيوستن تكساس في the biggest medical center in the world. فأخذت كل الإديوكيشن اللي أخذتها من الأردن وطبقتها هون عملي بريسيرش مشان أساعد أكبر شريحة من مرضى السرطان. من ضمن الريسيرش خطرت لبالي فكرة جينوميك. جينوميك فكرة ولدت في بال سديم منذ 4 سنوات لتبصر النور أخيراً في نجوم العلوم. أنا سديم شفته أول يوم إجا فيه كان يظهر ويقعد للساعة 2-3 بالليل وهو عم بيشتغل على موضوع السرطان، فأنا بحكي له من كل قلبي يعني good luck من نجوم العلوم سديم. From Texas, Sadim, we support you all the way to the final. Usually hard work تاخده step by step، بس سازو ساينس كان زي بوتن على إليفيتر، فتح مجال كثير لإلي إني هلأ بإمكاني أساعد كثير من الناس. إذن كانت هذه مادة فيلمية مشكورين لإم بي سي مدونة فيها. على كل حال سديم أنت جميل خلقاً وخلقاً. شكرا. الحمد لله. الحمد لله شكرا جزيلا. يعني أمل أهلك فيك، وحسب ما قرأت إنه أهلك قالوا قديش أنت محب للعمل، محب إنك تكون متميز، وعلى كل حال ما فيش إشي بيأتي من فراغ، والأشياء لا تتجزأ، الأخلاق الذكاء لا يتجزأ، مش هيك؟ أكيد. طيب اشتراكك في هذا البرنامج هو كان الدافع أنك تظهر بحثك أو أنك تلتقي دعم مثلاً معين؟ هلأ أنا سألت سؤال بالبرنامج بأول برنامج أنا قدمت بالموسم السادس، بس بدي أرجع شوي. البرنامج هو عبارة عن مبادرة من مؤسسة قطر إظهار بقوة الشباب العربي وابتكاراتهم حتى يساعدوا مجتمعاتهم المحلية. فأنا بالبداية كنت حاب أتوجه لأي جهة تساعدني بالحلم اللي أنا عندي اللي هو أساعد أكبر عدد من محاربي السرطان. توجهت لمؤسسة قطر بالبرنامج، قدمت بالموسم السادس، ما انقبل المشروع لأنه كان فكرة، مجرد فكرة، وكانت الوقت المسموح للعرض يعني لبناء النموذج 3 شهور، والنموذج من وقتها بديت فيه لما إجاني الرفض بديت أشتغل فيه شخصيا. ما أحبطك فكرة الرفض إنك رفضت؟ ما عندي، أنا الدافع لي هو محارب سرطان واحد. لو أنا ساعد بكل هاد ال5 سنين اللي عملتها محارب سرطان واحد، أنا يعطيك العافية عملت اللي علي. فظليت أشتغل بالمشروع
تعاقدت مع أكثر من مؤسسات عربية، مستشفيات وبالوطن العربي عالميا، عملت البروجكت وجيت على الموسم الثامن. فلما يعطيكم العافية الجهاز هون، بدي أطوره وبدي أفحصه عندكم وبدي أفوت على البرنامج. الحمد لله انقبلت، والدعم اللي وصلني منهم، فأنا هندسيا ديزاين ماديا بكن لهم الشكر، يعني مؤسسة خطر. وبتمنى مش بس الشباب الأردني، الشباب العربي إنه يقدم على هيك برامج. هلأ العقول العربية عندنا كشباب نيرة، العقول العربية عندنا كرياتيفيتي. إذا بتلاقي أي محفل علمي رياضي أول ثلاثة عرب، وإذا ما كانوا عرب بيكونوا من أصول عربية. فالعقول عندنا من 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 ورد عقول العالم. الموارد موجودة، ما 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 نحكي إنه ما في موارد ومش موجودة، إن كان بالأردن بالخليج العربي أو بالعالم العربي. هي بس الكونكشن بين الاثنين. يعني الشباب يقدموا خطوة شوي لقدام، والناس اللي عندهم موارد يقدموا خطوة لقدام، وإيد بإيد إن شاء الله بنوصل إن شاء الله. البرنامج واحد من الأشياء اللي بسموها جاب بريدجر بين الاثنين، تجسير الفجوة أكيد. فبتمنى على الشباب اللي عنده أي فكرة ممكن يساعد فيها مجتمعه، لأنه مجتمعاتنا إلها علينا حق، صح، أرضنا إلها علينا حق، صح. أي رغم أنك رفضت في أول مرة، بس ما يلا خلاص بدك تروح وبتصير بتدرس ماجستير وتدرس دكتوراه وبتصير إنسان. أنت مرضت أنك الفشل أو الرفض إنه يرجعك خطوة، بالعكس يمكن أعطاك حافز، صح؟ اللي وهذا طبعك على كل حال. أنا هيك فهمت من اللي من يعرفك بأنه طبعك أنت مقاوم، وأنت بتتعامل مع أصلاً محاربي السرطان وشفتهم كيف بيقاوموا، بيرفضوا الانهزام أو الاستسلام. أنت واحد من الأشخاص اللي رفضوا الاستسلام بس نجحت الحمد لله. هلأ ما وراء الفوز؟ يعني أنت فزت بهذه الجائزة، شو وراء الفوز؟ هلأ الفكرة هاي خطوة واحدة. يعني أنا من البرنامج كان هدفي إثبات فكرة إنه إحنا بنقدر نساعد مرض والسرطان. أنا الكلمة اللي أنا بتضايق لما أروح على القرى اللي عندنا، لما تحكي لحجة سرطان تقول لك استغفر الله أو هذاك المرض. الرشح بوقت من الأوقات كان اسمه هذاك المرض، كان يقتل ملايين من الناس. السرطان هو عبارة عن مرض ما لازم نخاف منه. بالبحث العلمي وبهمة الناس اللي وعي الموضوع راح نقضي إن شاء الله على السرطان. الفكرة إنه الخطوة الثانية هاي خطوة كانت لإثبات نجاح النموذج. إن شاء الله بتوجه لكل المؤسسات والهيئات اللي والأشخاص اللي بالأردن بالعالم العربي. هسه بدأ جد، رح ننتج 5 أجهزة من هذا المشروع، نحطهم بالعالم العربي وبالعالم بشكل عام، ونأخذ قراءات أكبر، لأنه أنت عم تحكي عن محاربي السرطان. أنا أول مرة بحكيها أو على شاشة التلفاز وبدي أحكيها من عندك. بتمنى توصل. أول جهاز راح يكون متبني مني لمركز الحسين السرطاني، إهداء مني شخصيا إذا بيقبلوا فيه. وإن شاء الله بدعم مادي وهندسيا من كل الجهات اللي بهم هذا العمل الإنساني، إن كان بالأردن ولا بدول الخليج. أنا بوجه لهم رسالة، أنا جاهز علميا، بدي دعمكم. إن شاء الله إيد بإيد نساعد أكبر عدد من محاربي السرطان. عافية. بدك تنتقل لمرحلة الدكتوراه هلا خلص؟ يعني إن شاء الله هلا أنا بهذا الموضوع، ولكن أهم خطوة عندي إيصال هذا الجهاز بأسرع وقت ممكن إلى كل مستشفيات العالم. نعم إن شاء الله. إن شاء الله. أنت متزوج؟ نعم. لمهندسة معمارية؟ نعم. عندك أطفال؟ لا لسه؟ لا الحمد لله. تزوجنا بشهر حديث. سبعة. رح تنتقلوا لأمريكا وتدرسوا مع بعض وتضلوا مع بعض؟ هلا الفكرة أنا وين ما كان بالعالم حكيتها إني عندي استعداد أطلع على القمر. بس أحصل على اللي بدي إياه. لا أوصل هذا الجهاز، وأوصل أني أساعد ولو محارب سرطان واحد. عافية عليك. شوف هلأ أنا سألتك على ما معنى اسم سديم. نعم. قلت لي هو إشي الأجرام السماوية أو النجوم. نعم. لكل شخص من اسمه نصيب. أكيد. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. والله يعني أكيد أنا بدي أشكر والدتك ووالدك، أكيد اللي لهم دور كبير في تنشئة شاب زي حضرتك. هم الدور الكبير لهم. صحيح يعني. صحيح.
والآن الدور على زوجتك إنها كمان يعني أكيد تعتني فيك حتى توصل لمراحل. أكيد أنتوا اثنين متفوقين، هي مهندسة كمان لله. معمارية أكيد رح تكون متميزة في خطها، وحضرتك رح تكون عالم. قديش رح نكون سعيدين لما نسمع اسمك في المحافل الدولية والعالمية، ورح نسمع إنه اللي ساهم في القضاء على أو مساعدة مرضى السرطان عالم أردني اسمه سديم قدس. بجهود الجميع إن شاء الله بنوصل إن شاء الله. شكرا. أنا بدي أشكرك وأنا سعيدة بلقائك، وشكرا جزيلا لك، كل التوفيق إن شاء الله. وشكرا لبرنامج نجوم العلوم أكيد. فعلا اللي أعطاك الفرصة وأعطاك المساحة اللي تنطلق فيها أو النافذة المطلة على العالم كله. أكيد. وأنا بالنهاية بدي أوجه رسالة للشباب إن كان بالأردن وبالعالم العربي. أنا شخصيا عندي استعداد أي حدا برسل على صفحة البرنامج على الفيسبوك أخذ المشروع وأوصل لمؤسسة قطر وأدعمه شخصيا إن شاء الله. شكراً. شكراً جزيلاً لك. باحثنا العلمي والعالمي والطبي سديم قدسات، شكراً جزيلاً لحضرتك. ومشاهدي الكرام، منضل مع المواسم الخيرة ومواسم الخير وموسم الزيتون والموسم الثالث الزراعي في محافظة إربد، وتقرير دكتورة جمانة.